خارطة التجارة الدولية هي تريد ماب. الموقع هذا بيكون مفيد لنا، انه يوم بندخل بنعمل يوزر نيم واكاونت، بنستفيد من معلومات، ان نقارن المعلومات المتوفرة على مستوى العالم لكل دولة في مجالات مختلفة وقطاعات مختلفة، وراح تساهم لنا كطلاب ان نقارن في اي مجال معين. نختار مثلا مثال مجال الأغذية، بنختار ناخذ النتائج المتوفرة في هذا الموقع والاستفادة من ناحية المقارنة المعيارية والدراسات وتأهيل شركات جديدة أن تدخل سوق العمل.